طيب نشوف الصورة الثانية اللي معانا وناخد تعليق من حضرتك. يا خلاص مين الواد ده؟ مين القمر ده؟ أنا لقيت المرحلة دي بقى تقول عليها ايه؟ دي المرحلة بقى تقريبا اللي كانت قبل فيلم الإخوة الغرباء. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. الإخوة الغرباء أنا كنت طالع فيها ابن أستاذة شويكار وفريد شوقي، وفريد شوقي كان له حكاية مع زهرة العلا، كان متجوزها وبعدين ما بيتخلفش، فاتجوز واحدة اللي هي شويكار، خلف منها، خلفنا أنا في الوقت اللي هو راح يسلم على مراته، وحصل نام عندها شوية فخلفت عماد عبد الحليم. نعم. فهي خلفت في الوقت اللي شويكار خلف، فطلعنا احنا الاثنين اخوات واحنا مش عارفين ان احنا اخوات، وتنافسنا على حب واحدة اللي هي اثار الحكيم، وبيفضل يتخانق معاه وبتاع مش عارف ايه، لغايه في يوم من الايام بيمسكه، وانا بقى ايه كل بيقولوا لي يا جدع خف شويه. الله يرحمك يا عماد عبد الحليم، كان انسان جميل قوي قوي، انسان هادي وطيب ولذيذ، فكنت امسكه يقول لي حرام عليك كنت بنلعب ايه جودو، فكنت امسكه واقلبه، وكان اتعلمت كام حركه كده عشان العمل ده عشان العمل ده فيلم ده ده انا ضاع مني فيلم مره عشان خاطر ما كنتش بعرف اركب عجل، والله كان اسمه الشيطان الصغير اللي عمله الدكتور الكبير من اكبر الدكاتره دلوقتي الدكتور محمد يحيى، هو اسمه محمد يحيى سليمان بس اسمه الفني محمد يحيى، اللي كانوا عاملين فيلم الحفيد محمد يحيى وشريف يحيى اخوات. محمد يحيى ده عمل بقى الشيطان الصغير، انا اتعرض عليا قبل منه الشيطان الصغير، الفيلم اللي كان فيه حسن يوسف وصلاح منصور وكمال الشناوي وسميرة احمد اللي كان بيخطفوه في عربية الموبيليا وكان بيسوق حاجات كده يعني، فكان فيلم بقول لك يعني علموني بقى كام حركه في الجودو، لغايه الاخر بقى يقول له يا اخي ما تغلبنيش، وبيقعدوا مكانه في الكوشه مكان مين؟ مكانه هو، وبيجوزه حبيبته اللي بيحبها اللي هي اثار. فده من دي في الفتره دي